السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توصل المحققون إلى فك لغز الحادثة الأليمة والتي راحت ضحيتها مؤخرا شابة لم تبلغ من العمر 20 سنة، وجدت متوفية بالبيت القصديري والذي تقطن بحي بومليك بسيدي بلعباس بعد توقيف زوجها الجاني والذي اعترف بفعلته بسبب شكوك راودتها حول خيانتها له. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. توفيت فتاة بالغة من العمر 19 سنة لم يمر على زواجها سنة واحدة، وزوجها البالغ من العمر 32 سنة وهو أبلي ابن من زيجة سابقة، وكان يقطنان بالبيت القصديري. وخلال مجريات التحقيق اعترف بارتكاب الحادثة مدعيا أنه اقترف ذلك دفاعا عن شرفه بعدما راودته شكوك بخيانتها له، ما جعله يقرر إنهاء حياتها انتقاما منها. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس قد أمر بإيداع الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة. وللإشارة، الجاني اختفى وقت حدوث الفاجعة الأليمة، ما جعل المحققين يشكون بالأمر، خاصة وأنه مسبوق قضائيا في قضية أخرى كلفته 7 سنوات سجن نافذة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنته.